حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. كشفت مصادر مطلعة في العراق أن العجز في موازنة العام الحالي 2023 وصل إلى أكثر من 50 تريليون دينار. وكان خبراء اقتصاديون قد أكدوا في وقت سابق أن موازنة عام 2023 لن تختلف من ناحية صياغتها عن السنوات الماضية لأنها تمضي بنفس المشاكل والاختلالات، مشددين على أنها لا تشمل في طياتها أي جانب يؤدي إلى التطور التنموي والاستثماري مع استمرار غياب التخطيط الصحيح وتفشي الفساد المالي والإداري. احتل العراق المرتبة 15 في مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية التي كشف عنها صندوق النقد العربي، بينما حصلت الإمارات على المركز الأول. وقال صندوق النقد العربي في تقرير تنافسية الاقتصادات العربية لعام 2022 إن الإمارات جاءت في المراكز الأولى في مؤشر التنافسية في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، تلتها قطر في المركز الثاني، بينما حلت السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على التوالي. انخفض نمو القطاع الاقتصادي الخاص غير النفطي في الإمارات إلى أدنى مستوى له خلال عام في شهر كانون الثاني الماضي بسبب ضغط الأوضاع الاقتصادية العالمية على المعنويات فيما يتعلق بالأنشطة في المستقبل بحسب مسح اقتصادي. وهبط مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.1% في شهر كانون الثاني، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً عن 54.2% في كانون الأول، وهو أدنى مستوى منذ كانون الثاني عام 2022. وقال كبير الباحثين الاقتصاديين في ستاندرد أند بورز جلوبال ديفيد أوين إن النتائج أظهرت أن القطاع غير المنتج النفط ما يزال بحالة جيدة ووضعه إيجابي مقارنة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي في نهاية عام 2022. أعلن صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن يسهم الاقتصاد الصيني بربع النمو العالمي هذا العام، على الرغم من أن عدم اليقين بشأن كورونا وقطاع العقارات قد يبطئ الزخم. وكانت الصين قد أنهت فجأة في كانون الأول سياسة صفر كوفيد التي أضرت بالاقتصاد وأثارت احتجاجات واسعة، وسجل العملاق الآسيوي نموا بنسبة 3% فقط في عام 2022، متأثرا بإغلاق صارم وأزمة متفاقمة في قطاع العقارات الرئيسية. قرر البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 3% في زيادة تعد الخامسة على التوالي من أجل كبح التضخم. وقال المركز الأوروبي إنه يعتزم زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في اجتماع شهر آذار المقبل. تحرك المركز الأوروبي في أول اجتماعاته هذا العام يأتي بعد قرار الفيدرالي الأمريكي زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط، وذلك بعد أن رفعها 50 نقطة أساس في كانون الأول عقب 4 زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. Thank you.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.